الحقيقه بيبقى كتير. وتجي بقى تقول لي انا هاخد البحر، وانا بقى نفسي حد هنزله الميه المالحه، هنزله الميه. انا والله بشوف ناس بتقول ان تنزلي الميه المالحه مش محتاجه تروحي للدكاتره الجلديه. دكاتره الجلديه ايه؟ بس نزليه في الميه المالحه، في الميه هياكل كل الجلد. ما انا برضو مش عارفه، هي يعني هدي بقى بالظبط زي الكونديشنر وزي الخل وزي الحاجات الكتيره اللي احنا الحقيقه برضو مش عارفة. انا مش لاقيه لها اجابه. ايه علاقه ان انا اغطسه في البحر؟ لا، وتيجي تقول لي راح يعني، وكمان راح ماشي وبقى زي الفل وكمان راح. فلا طبعا ده مش مظبوط. احنا يعني ممكن الحاله تتفاقم مش تقل. الشمس بقى والبشره دي قصه طويله جدا. الشمس والبشره اعداء. الشمس هي العدو الاول للجلد. يمكن احنا نقوله احنا قاعدين بناخد تان. ازاي تاخدي تان يعني؟ اخدتي ايه من ان انت جسمك يغمق؟ التان ده له اصول. الناس اللي هي بتعمل التان فاهمه كويس بتعمله ازاي. طب تحط سان بروتكشن وتحط الماده اللي بتؤدي الى ان الجلد يبقى برونز. لكن انا اقعد في الشمس عشان ابقى تان، ده هزار. مش عايزه احكي لك على كوارث. لا ده كتير. عارفه يعني انا بشوف الناس بتستعمل حاجه معينه كده، كنز معين تدلقه على الجسم عشان تاخد التان. ما هو بيحصل ده مصيبه. طبعا ده اكيد. الشمس بتنشط الميلانين. الميلانين هو الخليه المسؤوله عن الصبغ في الجلد. لما الميلانين بينشط في البشره بنلاقي التصبغ بيعلى ما بين نمش وكلف. وفي فرق كبير برضو ما بين النمش والكلف، احنا عايزين نبقى مدركينه. النمش صفه وراثيه، جين. الجين بيغلب، ما فيهوش يعني لو عملنا ايه. انا اشيل النمش بالليزر امر وارد، اشيله بالتقشير البارد وبالتقشير الكيميائي امر جايز، لكن هيرجع. طبعا، لانه جين. الجين دايما بيكسب. اللي بتتعرض للشمس وهي عندها نمش تتاكد بنسبه 1000000% ان النمش بيزيد، ما فيهوش كلام. ما تجيليش العياده وتقولي لي انا مش عايزه يبقى عندي نمش، وانت بتطلعي في الشمس من غير واقي الشمس، وبتطلعي من غير لازمه يعني. انت طالعه تعملي ايه؟ فانت لازم كل واحد فينا يقوم الاول سلوكياته، يعني يقوم انت بتعمل ايه. مش عيب ان احنا نلبس كاب على فكره، احنا ستات او رجاله، ايه المشكله يعني؟ نقلل التعرض للشمس، هو ده الوقايه خير من العلاج فيها. السان بلوك، والله في حاجه اسمها سان بلوك، دي حاجه محترمه. السان بلوك ده روتين، او ان هو لازم يكون حاجه كاسلوب حياه. احنا ما ينفعش ان احنا نخرج واحنا مش حاطين سان بلوك، ده اساسي. لكن برضو عايزين نبقى فاهمين، هل احنا لو حطينا السان بلوك مش هنسمر؟ مش هيجي لنا نمش؟ مش هيجي لنا كلف؟ لا هيجي. ليه؟ لانه احنا عندنا اشعه الشمس دي بيطلع منها انواع متعدده من الريز. عندنا اليو في، الاشعه الفوق بنفسجيه، تايب اي وتايب بي، وعندنا الانفيزيبل لايت اللي احنا بنسميها الاشعه الغير مرئيه. الاشعه الغير مرئيه دي طول ما الشمس موجوده حوالينا احنا في الروم اللي احنا قاعدين فيه ده. اللي طالع من اللمبات، واللي طالع من التلفزيون، ومن الموبايل، ومن اللاب. ما كل دي يا جماعه اشاعات وضوء. الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش بعينينا، لكن هي موجوده. وعلى فكره اللي بيقعد قدام اللاب واللي وظيفته وشغله لاب يحط السان بلوك وهو قاعد حتى لو بالليل. صحيح، بيكون حتى لو بالليل على البشره. طبعا اكيد، حتى لو احنا بالليل. زي ما قلنا النمش بيزيد بالحراره، وقلنا ان ده جين، والجين زي ما قلنا بيكسب. فاحنا لازم ان احنا نحط كريمات التفتيح بصفه دايمه ومستمره، ولايف ستايل لن يتوقف مع وقت الشمس، لن يتوقف. طيب احنا ده